هاي 5-0 اصدمتوني فيكم العفيرش. ايوا كوتش 55 علينا وربي يهدينا. على من يهدينا؟ على الزرق اللون اللي صدمنا فيهم وناحي كنت بلاتي وناحي البنينة كاع ما حشمتي بينا. ودير هاد الظهر ما كاينش. واش يا كوتش فاش كتجي للمنتخب وكنكتسب واحد القوة وخارقة وراه على هاد القوة الخارقة بغيت نفرطك. وانا اليوم خرجت منك جوج بيوت وعطينا حتى حنا ياكم. اش غنعطيك؟ شويه الحب. رانا اللي حليت لك الباب ديال التهديف وختمتها جبت لك بينات وعطينا هاك ودوق معاك من الصغير وزيدناكم وصافي قنع حتى الروتور ان شاء الله. ونيف واكرد. نعم كوتش. كي جاوك الدراري؟ انا دراري دراري ديال البطوله حركاسو بالعمري راه جيرانك. الله عمر دارك كوتش ما عندك ما تقول فيهم لا حركاس اللي جا بابي على بابو ولا بالعمري اللي جا في الطلعة. ايوا مزيان. واحد الصبار سمعتو هذاك الشيء راه ما خصوش يكون. صافي نسى. ها هو بالعمري وبالعمري. ايش نعم كوتش شي كلابي انت كيفاش قاديتك عطيناك فرصه للتر داك حركاس ما ضيعتوهاش؟ خلعتيني يا كوتش كنسحب شي حاجه. طبيعة الحال ما غاديش نذكلو راه حنا كنمثلو الدراري ديال البطوله وكنبغي نشكر القائد احسن قائد في العالم. انا شكرا. سمعك زي شي قلق. احنا كنبغيو كلشي يكون زوين ياك كوتش. هذاك الشيء اللي كاين حكيم حكيمي كيبغي يقصد لينا بان احنا هنايا عائله. بونو انت اش كدير هنا؟ خصك تكون على الطبيب. لا راه ما فيه والو. انت واش انا مصونجيك في الميطال الاولى وكتقول لي ما فيك والو؟ والله ما فيه شي حاجه كوتش. راموني ركبيله طلبني. كيفاش طلبك؟ قال لي دير شي حركه خلينا ندخلوا نسخن مزيان وراه سخن بعدا راه داير بوماتش. ما راه تبارك الله عليك كوتش. اسمح لي غادي نسولك راه راسي ضرني. انت اش كاينه بالمحمود؟ انت ديما خارج ليا بحال الفلاش. واش هاد الخطه والاختيارات درستيهم ولا جوا على الله؟ واش باين لك انت؟ واش غنقول لك يا كوتش؟ انا راه تخربقت عملي بديت تدخل ليا جوج من الحاج. زعما بغيتي تقول دخلت في الرحيمي والكعبي والزلزولي وبنت صغير وراه غادي تخطبها معلم ضروري جوج من الحاجه. دابا هادي ها خطبه. ايوا في الروتور يا كوتش اش غادي ندير؟ والروتور راه هضره اخرى. الروتور راه العرس هذاك. الدراري كيف القاعده ان شاء الله؟ الخطه اللي غنلعبوا بها ان شاء الله في الروتور بالرقم تقشع. صافي؟ اسيت تريلي.